خلاص يبقى الواحد يعني في جميع الحالات هناك اعتبار جيد للرأي العام، ان الرأي العام كويس. لكن الجماعه الواقعيين وده الاغلبيه في نطاق الحكم قالوا الرأي العام رأي عاطفي، الجمهور كلمه بتوديه وكلمه بتجيبه، الرأي العام متحول وقد يغير رأيه من لحظه الى ثانيه لظروف لاسباب غير عقليه، وهو غير عقلاني بالمره. والرأي العام لا يعتمد على المعلومات، وإنما الشعب بيبقى معلوماته بسيطة جدا ما بتحدش، والرأي العام غير ثابت وغير منسجم وغير مستقر ويمكن التلاعب به بشكل كبير، وسياسات الدول لا يمكن أن تتم بناء على استطلاعات الرأي العام. وكانوا بيعيبوا على الرئيس كلينتون أن هو يدار عن طريق استطلاعات الرأي العام اللي هي الشعبية. فإحنا عندنا هنا وده الأرجح في الأعلى، الرأي العام غير مؤثر في صناعة السياسات الخارجية، غير مؤثر في صناعة ما يتعلق بالأمن القومي لأي دولة. إنما إحنا ممكن نخفف من حدة احتقان الرأي العام، أو الرأي العام بيسموه أحيانا تقييد العملاق. الرأي العام بيضع لدى صانع القرار محددات أو قيود يستطيع أن يفرضها عليه ويقوله ما تتجاوزش هذه الحدود. لكن في أغلب السياسات الخارجية لكل الدول الديمقراطية الرأي العام دوره هامشي في السياسة الخارجية إلا في استثناءات كثيرة. يعني علينا ألا نعول كثيرا على مسألة الرأي العام الأمريكي وأنه تغير والدليل وأصبح إن مع كان هناك الحق الفلسطيني، كان هناك اعتراضا كبيرا على الحرب بالعراق واستمرت 20 سنة. أيوه. وما زال بعض الجنود الأمريكيين موجودين في بعض الدول. الموضوع كان في فيتنام ظلت سنوات عديدة. هي الحقيقة حضرتك بتتكلم عن شيء مهم جدا، هو عبرة التاريخ، يعني علينا أن نستوعب التاريخ.